نرحب بكل الضيوف من مشايخ وعلماء ومثقفين ورجال فكر وإعلام وسياسة وغيرهم من الإخوة الذين شرفونا بحضورهم في هذا اليوم في إطار سلسلة التكريمات التي تخص بها مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، تخص بها شيوخ العلم والمعرفة والثقافة والأدب والفكر في الجزائر. اليوم نلتقي في رحاب شخصية كبيرة، شخصية استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تصنع الاستثناء في جزائر الاستقلال. هو الشيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه سنة 1984 تاركا وراءه عبقا فكريا ما زلنا ننهل منه إلى غاية اليوم، وترك كتابين غاية في الروعة ما زالت إلى حد الآن تعتبر مصدرا مهما في التحليل السياسي والفكري، وهو من الخامات التي المسجلة في يعني في أجندة الكتب الجزائرية الصادرة بعد الاستقلال. الشيخ عبد اللطيف سلطاني يحضر معنا في هذا المجلس اليوم عائلته التي شرفتنا كثيرا بحضورها، كما يحضر معنا رفقاء الشيخ، بعض رفقاء الشيخ وكذلك تلامذته الذين يحملون مشعله ويوصلون رسالته إلى جمهور الشباب. إذن حتى لا أطيل، سنفتح نافذة في البداية بقراءة قرآنية بصوت الشيخ المقرئ كمال الدين نور، فليتفضل مشكورا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. حتى لا أطيل أيضا، أفتح المجال للأستاذ الحاج رشيد فضيل الذي سيقدم كلمة ترحيبية باسم مؤسسة الشروق، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. شيوخنا الأفاضل، ضيوفنا الكرام،
أخواتنا الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نشكر لكم الحضور ونشكر لكم المشاركة ونشكر لكم المساندة والتأييد. يتجدد اللقاء معكم في سلسلة تكريمات الشروق لجهابذة الأمة وعلمائها، فقد كان للشروق أن كرمت أكثر من 12 اسماً، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان على رأسهم الشيخ أحمد سحنون رحمه الله، والشيخ أحمد حماني رحمه الله، والشيخ طاهر أيت علجت حفظه الله، والشيخ محمد فارح شفاه الله وحفظه الله، وكوكبة أخرى من العلماء الأفذاذ. الشيخ سلطاني يتجدد العهد معه اليوم لنميط اللثام عن هذا الرجل الجهبذ الذي أبلى بلاء حسنا أثناء الثورة، وكان مثالا للجرأة وقول كلمة الحق بعد الاستقلال. ولعله من المفارقات أننا في فترة الاستعمار نرى هذه الكوكبة من العلماء، وهذه الكوكبة من الدعاة، وهذه الكوكبة من الرجال المخلصين لهذه الأمة بكل هذا الكم الهائل، ولا نرى في جزائر الاستقلال لا نرى، يعني جزائر الاستقلال لم تنتج لحد الآن للأسف علماء أفذاذ مقارنة بما أنجبته جمعية العلماء وهي في فترة الاستعمار. ولعل هذا ما يدفعنا إلى تقييم هؤلاء الرجال وإلى إماطة اللثام عن أعمالهم، لعلنا نتبع سبلهم وهداهم فنهتدي بهداهم. وأنتم شهود الله على عباده في الأرض، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، وأبلغكم تحيات المدير العام الموجود حاليا خارج الوطن في إطار نشاط إعلامي، وندعو دعاؤكم لنا بالتوفيق بالتوفيق وبالصلاح وبالسداد. والشروق تبقى دائما مفتوحة لكم، فقلوبنا مفتوحة قبل الأبواب لكل أسماء ترونها جديرة بالاهتمام، جديرة بالتكريم، جديرة بالاحتفاء. فنحن على أتم الاستعداد لأخذ زمام المبادرة، ومعكم وبكم نتقدم إن شاء الله في إطار المسار الحضاري لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد اللطيف سلطاني هو واحد من أشهر شيوخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذين اصطدموا بنظام الحكم في الجزائر منذ الاستقلال، وتصدوا لما اعتبروه تمييعاً للهوية الوطنية بعد الاستقلال، وأثارت خطبه الملتهبة وتصريحاته غير المواربة غضب رجال السلطة، وكلفه ذلك المساءلات والتوقيفات والإبعاد عن الخطابة وحتى الإقامة الجبرية. وفجرت كتبه الكثير من الجدل والنقاش، ومنعت من التوزيع على غرار كتابه الشهير المزدكية هي أصل الاشتراكية الصادر سنة 1974، الذي هاجم فيه تبني الدولة للنظام الاشتراكي في زمن لم يكن غير الشيخ سلطاني يجرؤ على معارضة بومدين جهارا نهارا ومن داخل أرض الوطن. وفجر كتابه سهام الإسلام الصادر سنة 1980 زلزالا من الجدل عندما قال: ليس كل من كلم وجرح زمن القتال كان جرحه لله وفي سبيل الله، واعتبر ذلك تشكيكا في جهاد بعض المجاهدين، وقد قالها بكل صراحة وكان موقفه واضحا. الشيخ سلطاني الذي ولد سنة 1902 بالقنطرة ببسكرة، كان من بين المحطات اللافتة في حياته أنه سار مشيا على الأقدام من بسكرة إلى تونس من أجل التعلم. كذلك ولد في عائلة محافظة ببسكرة، وكان والده إماما لمسجد القنطرة، وكان له ثلاث أشقاء ذكور وهم لمين العرفي وعمر والشقيقتين. وفي سن مبكرة عاش الشيخ عبد اللطيف يتيما
بعد مقتل والده، ومع ذلك واصل حفظ القرآن بزاوية طولقة إلى أن ختم القرآن الكريم. وعندما بلغ 17 من عمره أراد أن يسافر إلى جامع الزيتونة في تونس لطلب العلم، لكن عائلته لم تكن متحمسة لذلك، خاصة وأنها كانت بحاجة له للمساهمة في إعالتها بسبب قسوة المعيشة، إلا أن شغف الفتى بالسفر إلى تونس طلبا للعلم، أو يعني إيمانه بهذه الفكرة جعلته يسافر إلى تونس مشيا عن الأقدام. كان من أدواره أيضا أنه كان أول من أسس مدرسة لتعليم البنات في بسكرة سنة 1947، ثم بين 1949 و 1951 التحق الشيخ عبد اللطيف سلطاني بمدينة قسنطينة، وأصبح نشاطه بارزا في جمعية العلماء المسلمين. أيضا من بين المحطات المميزة له في حياته أيضا أن مقررات مؤتمر الصومام طبعت في بيته، ويعني حتى المؤرخين الفرنسيين لم يكونوا يعلمون بهذه العملية الجهادية الكبيرة. بعد الاستقلال يعني باختصار الشيخ سلطاني يعني تصدى كما قلت سابقا لمحاولات تمييع الهوية الوطنية، وكانت له مواقف بارزة في ذلك. ثم يعني كان من اللافت أيضا أنه كل رجال السياسة الذين كانوا في السلطة الجزائرية كانوا يحترمون الشيخ عبد اللطيف سلطاني بالرغم من انتقاده لهم يعني جهارا نهارا وحتى في 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 المنبر. فهو كان شخصية تستحق الاحترام والتقدير، وكان يعني رجلا يقول كلمة الحق ولا يخشى لومة لائم.